حياكم الله مشاهدينا الكرام، أنا علاء الصالح وهذه حلقة جديدة من استديو التاسعة. المرحلة الثانية من الحرب قد بدأت في أوكرانيا كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فماذا حققت المرحلة الأولى؟ وهل ستكتفي روسيا بما ستحققه في شرق أوكرانيا؟ ماذا عن معركة ماريوبول المستمرة ومصنع أزوفستال الذي تحول إلى قلعة صمود في أوكرانيا بمواجهة الغزو الروسي؟ أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وبضيفنا العقيد أحمد حمادة المحلل العسكري والاستراتيجي، منورنا ساعة العقيد، يا مرحبا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أيضا بضيفنا عبر سكايب من موسكو الدكتور محمود الأفندي الخبير في الشأن الروسي، يا مرحبا دكتور محمود. أهلا ومرحبا بضيفنا عبر سكايب أيضا الكاتب والمحلل السياسي محمد زهير الخطيب، أهلا أستاذ محمد، منورين ضيوفنا الكرام.